تعمل الآلة السياسية والأمنية الأردنية على مدار الساعة لمواجهة المخاطر الإرهابية الداخلية والخارجية، وفي الوقت الذي تشارك فيه مقاتلات أردنية إلى جانب قوات التحالف الدولي في تدمير مواقع تنظيمات إرهابية في سوريا، تراقب العين العسكرية الوضع في العراق عن كثب. وبموازاة ذلك يتم الحديث عن خطوات داخلية لترتيب البيت الأردني استعدادا للمرحلة المقبلة من الحرب على الإرهاب. بيئة التطرف يجب أن نساعد على تجفيفها، يجب أن نساعد على إنهائها والحد منها، وهذا لن يتأتى إلا بمزيد من الدعم، بمزيد من الإسناد، وبمزيد من العناية من قبل المجتمع الدولي على الصعيد المالي وعلى الصعيد الاقتصادي. الجبهة الداخلية هي أكثر ما يقلق صانع القرار في الأردن، فالأجهزة الأمنية بدأت تقرع ناقوس الخطر وتتحدث عن وجود خلايا نائمة تتعاطف فكريا مع داعش، ولهذا تنشط محكمة أمن الدولة في البت بعدة قضايا تتعلق بمتهمين أعرب عن تعاطفهم مع تنظيم الدولة. وفي الوقت ذاته تؤكد عمان أنها ماضية في تحالفاتها الدولية للقضاء على مواطن التطرف. تم إلقاء القبض على عدد من الأردنيين الذين مارسوا هذا الفعل، وتم تحويلهم للأجهزة الأمنية المختصة، وبعد ذلك إرسالهم لمحكمة أمن الدولة حتى يلقوا قصاصهم العادل. من الواضح أن جهود السلطات في التصدي للبؤر التي تغذي التطرف تلقى رضا واستحسانا في الشارع الأردني، غير أن كثيرين يرون أن الحلول الأمنية والعسكرية لابد لها وأن تترافق مع جهود واضحة في التصدي لمنابع التطرف من خلال التوعية بخطورة الفكر التكفيري الذي يمثله تنظيم داعش ومناصروه. وربما لهذا السبب يخوض الأردن اليوم معركة على جبهتين: المعركة العسكرية والأمنية، ومعركة كسب العقول والقلوب. حرب على الإرهاب خارج الحدود، وتحصين الجبهة الداخلية ضد التطرف، إجراءات تتخذها عمان للحفاظ على أمنها بعيدا عن الإرهاب والتشدد. نايف مشاقبة، سكاي نيوز عربية، عمان.